إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. من الناس من بقي ومنهم من عصى رسول الله. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، الذين فارقوا جبل الرماة، ومنكم من يريد الآخرة. أما الذين بقوا فقد قتلوا جميعا. هذا هو السبب، هذه المعصية عمت العقوبة على الجميع، حتى رسول الله أصابه ما أصابه. يا رب ما حكمهم أولئك الذين عصوا وأوقعوا الجراح في المسلمين؟ قال الرب: ولقد عفا عنكم. الله أكبر، نزل العفو مباشرة من رب رحيم، من رب عفو كريم، من رب رحمن. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بل أمر الله نبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله عز وجل يأمر نبيه أن يصفح عنهم بعد ما فعلوا. الجرم كان خطيرا إلى درجة أن الرسول كاد أن يقتل وقتل خيار الصحابة، لكن الرب عفى عن من عصى وعن من أخطأ. أراده أن يكون درسا للمؤمنين. في هذه الأجواء ينطق رأس النفاق وأصحابه، بدأوا يتكلمون، يقولون: لو كانوا عندنا، أي هؤلاء الذين قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. رد الرب عليهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا عن أنفسكم القتل والموت إن كنتم صادقين. الله ربنا عز وجل في غزوة أحد أراد أن يميز الصفوف بعضها عن بعض، ليتبين المؤمن الصادق ليميز الخبيث من الطيب. حكمة أرادها الرب عز وجل، ولكن المؤمنين ما ازدادوا بعدها إلا إيمانا ويقينا. جاء وفد من قبيلتي عضل وقارة يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم، فأرسل معهم 6 وقيل 10، ولكن الأمر كان مكيدة. لما وصلوا إلى بئر اسمه الرجيع كمنوا لهم بكمين، فغدروا بهم، قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. وكان من الذين أسروا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. أرسلاهما إلى مكة وباعاهما، وقد كان أهل مكة يريدون أخذ الثأر من قتلاهم في بدر، وكان خبيب وزيد قتلا من قتلا. أسر الاثنان وجوعا وعذبا، حتى رؤي خبيب رضي الله عنه يأكل عنبا في وقت ليس في مكة ثمر، الله يطعمه. فلما صلب يريدون قتله، طلب منهم طلبا قبل أن يقتل، وكان أول من يطلب هذا الطلب، طلب أن يصلي ركعتين فصلاهما وخففهما. ثم سأله أبو سفيان: أتود يا خبيب أن تكون عند أهلك وبين أولادك ومحمد مكانك؟ قال: والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله بين أهله يشاك بشوكه، ماذا تقولون؟ ثم رفع يديه إلى السماء قبل أن يقتل، قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ثم قتل، وكذلك صلب زيد وقتل. فأصيب النبي بمصاب جلل
10 من خيرة أصحابه يقتلون غدرا، وبعدها بفترة يسيرة جاءه رجل من نجد اسمه عامر بن مالك، قال أرسل لي قوما إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام. فأرسل 70 من خيرة القراء وأهل العلم من أصحاب رسول الله. فلما وصلوا إلى بئر اسمها بئر معونة، أرسلوا رجلا اسمه حرام ابن ملحان من خيرة أصحاب الرسول إلى قائد من قادات المشركين اسمه عامر بن الطفيل، فجاءه برسالة رسول الله. فلما قرأها هذا الخبيث عدو الله عامر بن الطفيل، أرسل رجلا من وراء حرام بن ملحان ليطعنه غدرا، فأخذ الرمح ثم ذهب إلى خلفي إلى ظهري حرام ابن ملحان وهو يقرأ رسالة رسول الله ويدعوه إلى الإسلام، فطعنه بالرمح طعنة، خرج الرمح من صدره، فأخذ حرام الدم بيديه ثم مسح وجهه وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، الله أكبر فزت ورب الكعبة. نعم قتل حرام، ثم قتل بقية الصحابة 70 رجلا غدرت بهم عصية ورعل وذكوان 3 قبائل، استنصر بهم عامر بن الطفيل فغدروا بالصحابة. فسمع النبي بالخبر 70 من خيرة أصحابه يقتلون غدرا، أي مصاب جلل هذا حل برسول الله. قال النبي مغضب عصية عصت ربها، عصية عصت ربها، فأخذ يدعو عن الثلاثة شهرا كاملا في صلاة الفجر، في كل صلاة يقنت على هذه 3 قبائل لأنهم غدروا بخيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنزل الرب عز وجل ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر مقدر، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مصيبتان متتاليتان على رسول الله وأصحابه، مصيبة الرجيع ثم مصيبة بئر معونة. بنو النضير قوم من اليهود، لما رأوا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد بدأوا يدسون المؤامرات والمكائد لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أوائل السنة الرابعة من الهجرة